نكمل حل كتاب بيت باي بيت صفحة 58. محادثة نبدأ محادثة بين هنا وناديا. هلو ناديا. هلو هنا. هتقول لها واتس يور فيفوريت هوبي، ما الهواية المفضلة لديكي؟ هتقول اي لايك سبورتس، انا بحب الرياضات. اي بلاي تنس اون تيوزدايز، في ايام الثلاثاء بحب العب تنس في ايام الثلاثاء. هتقولنا عشان ده ايام الاسبوع. هتقول لها وير دو يو بلاي ات، انت بتلعبيها فين؟ هتقالت ان ذا كلوب، في النادي. هو دو يو بلاي ويز، بتلعبي مع مين؟ هقول ويز ماي فريند فاتن، مع صديقتي فاتن. Do you have any other hobbies؟ هل عندك هوايات تانية؟ هتقول yes I like reading، نعم أنا أحب القراءة. وطالما اخترت I like عشان في الفعل في آخره ING اللي هو reading القراءة، ممكن أقول I love reading برضه. بالنسبة للاختيارات the children look space book books from the teacher، يبقى توك دي توك، يبقى توك the children توك هتبقى زير بوكس فروم ذا تيتشر، يبقى الاطفال اخذوا كتبهم من المدرس، الاجابه نمبر بي. السؤال الثاني ذا تلفزيون از اورز، هذا التلفزيون خاص بينا، دي ضمير ملكيه عشان في اخر جمله فحطيت اور زائد الاس. السؤال الثالث ماي دوتر از بيز ذا درامز فيري ويل، هتبقى بلايز، يبقى اختي بتعزف على الطبول بشكل جيد جدا، وحطيت بلايز حطيت لها اس عشان ماي دوتر مفرد. السؤال الرابع ويز بيز جو تو سكول اون فرايديز، اون فرايديز يعني ايام الجمعه، يبقى احنا ابدا ما نذهبش للمدرسه ايام الجمعه، يبقى الاجابه نمبر اي نيفر. بعد كده الصفحه المقابله صفحه 59. السؤال الخامس سوها سبيس لايك سويمينج، يبقى دازنت لايك سويمينج، اخترت doesn't عشان سوها بتاخد doesn't مش don't، وما ينفعش اخد isn't ولا aren't لان في فعل في المصدر اللي هو like. السؤال السادس mom never space football matches on tv، يبقى watches، الام ابدا لا تشاهد ماتشات الكرة القدم على التلفاز، اخترت watches عشان mom مفرد. السؤال السابع my father's son is my ابن ابي، يبقى ايه بالنسبة لي؟ يبقى my brother، الاجابة نمبر a اللي هو اخي. السؤال الثامن سبيس از ا جروب اوف بيبل هو بلاي ميوزك توجذر، يبقى باند اللي هي فرقه موسيقيه، مجموعه من الناس بيعزفوا الموسيقى مع بعضهم البعض. السؤال التاسع ذا سبيس اسد ذا اكتور فيري جود كويتشنز، يبقى انترفيور اللي هو المحاور، يبقى المحاور سال الممثل اسئله جيده جدا. السؤال العاشر ا اور ان سبيس هاز نو ماذر اور فاذر، هتبقى اورفان اللي هو بمعنى يتيم، الإجابة نمبر دي ليس له أب أو أم. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الحداشر أحمد is a top tennis player he wants to go to the هتبقى أولمبيكس، أحمد هو لاعب تنس أفضل لاعب تنس ويريد أن يذهب إلى الأولمبياد one day يوما ما. السؤال 12 I have a very space life I can't find enough time to meet my friends، يبقى بيزي انا لدي حياه مليئه بالاعمال، ما عنديش وقت كافي ان انا اقابل اصدقائي، الاجابه نمبر اي. السؤال الثالث عشر we'd like to have fish، هتبقى with rice for lunch، احنا نود ان احنا نتناول سمك مع الرز في الغداء، الاجابه نمبر سي. السؤال الرابع عشر as base is very high، تبقى mountain اللي هو الجبل عالي جدا. السؤال الخامس عشر هاني loves basketball he is base it every day، يبقى plays، هاني بيحب كرة السلة هو بيلعبها كل يوم. بالنسبة لأسئلة التصحيح she is my mom I am her son، يبقى I am her بس وشيل اس لأن دي صفة ملكية. السؤال الثاني the girl like her teacher so much، يبقى the girl likes عشان girl مفرد فحط اس للايك تبقى likes. السؤال اللي بعد كده الثالث what is her name it's احمد، احمد دوت مذكر يبقى his name what is his name yet. السؤال الرابع tell me about your family، هنشيل اس وتبقى your family على طول، tell me about your family ان دي صفة ملكية بيجي بعدها الاسم. السؤال بعد كده what is your sister look like، يبقى what does your sister look like، ماذا تشبه اختك، ما وصفها يعني. I play the drums once a week، يبقى I play عشان I بتاخد فعل في المصدر. تمام، شكرا، السلام عليكم.